ما ده حوالي. تمام، احنا كده بقى خلصنا تقريبا جزء الجنرال وعرفنا كل الكونسبت، وطبعا حضراتكم هترجعوا تاني للحاجات اللي لسه ستيل فيها ديبيت. ندخل بقى على شوية حاجات سريعة كده في الحاجات الجنرال مع الكارديولوجي. الدواء مين بيست تريتمنت فور رينود فينومينا؟ نيفيدبين. في اتنين نيفيدبين موجودين، اكستندد ريليز. برافو، اكستندد ريليز. قلنا حذاري تختار اي ايميديت ريليز لاوت بيشنت، تمام؟ الاوت بيشنت ما بياخدش ايميديت ريليز نيفيدبين عشان بيعمل لي بروفاوند هايبوثيرميا، العيان يقع مني، فانا لازم اخد النيفيدبين اكستندد ريليز طالما العيان اوت بيشنت. طبعا الميتوبرولول ما ينفعش، والقصه دي كلنا عارفينها. اي فازو دايليتور، واهم طبعا الحاجات اللي عليها رينوت بالذات، ما لهوش كلينيكال ترايلز كتيره، ولكن الحاجات الريكومندد النيفيدبين، النايتريت مثلا التوبيكال، في منها حاجات توبيكال النيتروجليسرين والحاجات دي بستخدمها، وبعض الحاجات اللي هي ليها فازو دايليتور اكتيفيتي ممكن استخدمها، يعني من البيتا بلوكر مثلا استخدمه النيبوفولول، جايب نتائج كويسه في الرينوت فينومينا، تمام؟ ولكن مش علينا القصه دي، فاللي يهمنا بس ان انا بستخدم السي سي بي، اهم واحد فيهم النيفيدبين، ولكن الاي ار اللي هو الاكستندد او كنترول بقى اي حاجه هيجيبها لي ليها علاقه بالموديفيكيشن، مش ايميديت ريليز، يعني موديفيكيشن للدوزج فورم خلتها كنترولد او سستيند ريليز. ويتش دراج فروم لوب دايريكتكس السيف ان بيشنت ويز سلفا الرجي. لنا الحاجات اللي فيها سلفا جروب فتعمل لي سلفا الرجي، كنا جمعناها في المحاضرة بتاعة الدايريتكس تقريبا في الفايزايد جنرال ولا بس الانتي هايبرتنسف؟ في الانتي هايبرتنسف جمعنا فيها تقريبا في لما جينا نشرح الفايزايد جمعنا كل الأدوية اللي فيها سلفا، طبعا السلفا ميثوكسازول، السلفا سلازين، سلفا دايزين، اي حاجة من العيلة اللي احنا عارفينها سلفا خلاص فيها سلفا. طب انا احفظ ايه؟ احفظ الحاجات اللي هي غريبة، الفايزايد مثلا كلها، اللوب دايريتكس كلها ما عدا الايثاكرينيك اسيد اللي هو جاي لي السؤال عليه ده، السيليكوكسيد مثلا، السلفونايل يوريا، الاسيتازولامايد، الزونيسامايد اللي هو من الانتي ايبلابتيك برضو في سلفا جروب فممكن يعمل لي سلفا الرجي، وجي سؤال عليه في شهر 11، تمام؟ فكل الحاجات دي لازم احفظها. يبقى انا قلت كل السلفا بقى سلفا ميثوكسازول والحاجات اللي احنا حافظينها من السلفا اللي كلنا حافظينها، هو يسالني في الحاجات اللي مش كلنا حافظينها. الزونيسامايد من الانتي ايبلابتيك ده مهم، الفايزايد واللوب من الحاجات الدايريتكس فيما عدا الايثاكرينيك اسيد، ودي مهمه طالما في اكسبشن يبقى لازم احفظه. سلفونايل يوريا، السيليكوكساب مهم برضو ساعات بيتنسي، الاسيتازولامايد برضو من الحاجات اللي فيها سلفا. خلاص كده، دي كل تجميع الادويه المهمه اللي احنا لازم نعرفها، لان طبعا ايثاكرينيك اسيد. Which of the following is considered osmotic diuretics؟ طبعا المانيتور خلاص عارفينه. This drug is converted to an active metabolite after absorption. يعني الدواء ده برو دراج، معنى كلامه ان ده برو دراج لازم يتحول لاكتيف ميتابولايت الاول عشان يبتدي يشتغل. لينالابريل ولا لينالابريل؟ لينالابريل ده مش الاكتيف فورم، الاكتيف فورم بتاعته اسمها ايه؟ لينالابريليت. لينالابريليت، برافو. انا بدي اي في في الهايبرتنسيف ايمرجنسي. Which of the following the drug may decrease the heart rate؟ بيقلل الهارت ريت. كونترول، برافو، أسئلة سهلة اهي بتيجي في الامتحان، برافو، ولكن برضو ناخد بالنا من الأسئلة عشان ايه ما نغلطش في أسئلة سهلة زي دي. 69 year old woman presented with complaints of severe dry cough for one week. دي برضو محتاجة تتعدل. She has been recently prescribed the hydrochlorothiazide، يبقى رقم 53 hydrochlorothiazide، وعندها captopril for hypertension، salbutamol وفيكسوفينادين for allergic asthma. يعني الجزء ده مش صح يعني. Which drug is the most likely reason for the patient complaint؟ captopril. من الحاجات المهمة قوي، برافو، اللي بتعمل dry cough. طب الدراي كوف دي هعمل معها، هتعمل معها ازاي يا دكتورة؟ أرد القرف. تمام،
بالضبط لو العيان مش مستجيب بحوله لار بيز، والار بيز الميزه الوحيده اللي فيها ان هي less induction of cough. تمام. طيب تاني بقى مهم بالنسبه لي هو الانجيوديما. الانجيوديما من الحاجات المهمه قوي، وبيجي صوره دلوقتي عليها طبعا لكم صوره في المحاضره. فالانجيوديما من الحاجات الرير ولكن لايف ثريتنينج، ده لازم بقى اتعامل مع العيان دلوقتي واحطه على سبورتيف تريتمنت زي الميكانيكال فنتيليشن او انتيبيشن والكلام ده كله، واوعى ياخد الايس انهيبيتور فور لايف. من الحاجات التانية ان هو بيزود لي السيرم كرياتينين وبيزود البوتاسيوم، فدول بتعامل معهم ازاي؟ لحد 6 اقل من 6 5.5 بسبب السبيرولاكتون. انما الايس انهيبيتور عشان اهميتها لمرضى الرنج عموما والمرضى كلهم ببتدي الرنج بتاعي قل شويه لاقل من 6، ولكن لو زاد عن 6 ببتدي احط ريكومنديشن ثانيه واوقف التريتمنت بتاعي. ببتدي اعمل مونيتورنج كل اسبوعين، ولو انا عملت ريدوزنج مثلا وزودت الجرعه هبتدي اعمل دلوقتي واخد البيز لاين بتاعي. طيب السيرم كرياتين طبعا افويد بقى كل الحاجات اللي ممكن تزود القصص التعبانه دي. السيرم كرياتين الاكسبتبل رينج بتاعي لحد كام؟ 30% من البيز لاين، يعني زي مثلا هو داخل لي بواحد up to 1.3 it's acceptable بالنسبة لي. تمام. يبقى 30% increase من البيز لاين عشان طبعا ميكانيزم اللي احنا كنا شرحناه قبل كده، فده acceptable بالنسبة لي. برضو بعملها كل اسبوعين، ولو غيرت الجرعة زودتها والكلام ده ببتدي اعمل لها monitoring برضو. تمام. دول اهم برضو الحاجات اللي في الايس انهابيتور نبتدي نعرفها. 37 years old mother breastfeeding her child has developed consistent high blood pressure. The physician consult the pharmacy to recommend antihypertensive. Which one of the following antihypertensive is most hazardous to or for the child? Atenolol ولا بيروكامل ولا ميتوبرولول ولا بروبرول؟ هو باد بيتا بلوكر من الحاجات الهيدروفيليك اللي بتسكريتد في كل الحاجات، وطبعا ما بتعديش البلاد برين بارير، فمن الحاجات اللي ايه نوت ريكومندد اصلا دلوقتي. فاي حاجه مش مرغوب فيها يعني في البيتا بلوكر، يعني انا بتكلم على الاتينولول. الحاجات الهيدروفيليك ايه؟ الناس النادولول اتينولول والسوتالول اللي احنا اتكلمنا عليه في في الاريثميا. تمام كده. Which one of the following ممكن تاخدها. تمام. نعم. عن الهيدرولايزن قوي غير في الهايبرتنسيف ايمرجنسي لو هي داخله المستشفى. تمام. ولكن انا عندي برضه لابيتالون ممكن ادي بارنترال او اديلها النيفيدبين لو هي هايبرتنسيف ايرجنسي. فخلينا بنتكلم على الاوت بيشنت. فالاوت بيشنت بديلها لابيتالون نيفيدبين اي ار او ميثايل دوبا. حذاري ادي ايس انهيبيتور والبيتا بلوكر برضو نوت ريكومندد. الايس انهيبيتور قلنا ان هي اصلا بتدخل في الانجيوتنسين نفسه، بيدخل بقى شويه في النورمال فيسيولوجي بتاع ايه تكوين الجنين والقصص دي، فكونترا انديكيتد بقى والسيل ديفلوبمنت والحاجات دي، فبيعمل انوماليز فعشان كده كونترا انديكيتد. والستاتنز برضو كونترا انديكيتد. تمام. خلاص كده. اهو في سؤال تقريبا عليها يا دكتوره، انت محظوظه. Which of the following condition is a contraindicated for enalapril? Pregnancy ولا hypertension؟ طبعا لسه قايلين البريجننسي. Which medication can cause orthostatic hypotension? برازوسين، دونيبرازيل، ريفاستجمين، سبيرونولاكتون. مين اللي هيعمل لي برازوسين؟ مهم قوي الفيرست دوز سانكوب، لازم اقلل الجرعه لتلت او ربع الجرعه اللي هي الفيرست دوز واخدها ات بيد تايم. تمام. وبعد كده ببتدي ازود تدريجيا، وخصوصا طبعا لو كان هو من كبار السن او الالدرلي بيشنتس. 31 year old man with hypertension was treated for addiction to amphetamine. ولسه قايلين عن الامفيتامين، سوري كنا فين.
He was also discharged on antihypertensive drug. Later he presented with severe depression. وطبعا كنا اتكلمنا على الحاجات اللي بتعمل depression في CNS. فجمعنا برضو الميثايل دوبا والكلونزين وبعض البيتا بلوكرز والقصص دي. فهنا طبعا الميثايل دوبا. Which of the following the hypertensive therapy is preferred to be used during the acute phase of ischemic stroke? Hypertensive emergency, هعالج العيان عنده ischemic stroke. فاكرين الhypertensive emergency؟ سمعتوا المحاضرة اللي هو تسميه hypertensive emergencies. Hypertensive crisis, العيان داخلي blood pressure أعلى من 180 على 110 معايا hypertensive mediated organ damage اللي كنا بنسميه target organ damage ولا مش معاه وزود. لو معاه هيبقى اسمه hypertensive emergency, لو مش معاه هيبقى hypertensive urgency. الhypertensive emergency محتاج rapid reduction لل blood pressure وعندي طبعا التارجت اللي احنا كنا اتكلمنا عليه within hours, ولكن الhypertensive urgency محتاج ممكن على ايام بقى مفيش مشكلة. تمام. طبعا ده بديله اورال وده هديله اي في ميديكيشن على طول. وكنا جمعنا الحاجات المهمه في كل انديكيشن, يعني لو عندي مثلا العيان على اكيوت هارت فيلير, العيان على اسكيميك ستروك, العيانه مثلا عندها هايبرتنسيف ميديتد او انديوسد بي البريجننسي كلامبسيا او الكلام ده كله اتكلمنا عليه في المحاضره. فالجزء ده برضو من الحاجات المهمه. فنرجع لتفاصيل الكلام ونبتدي نركز قوي في التجميع اللي احنا جمعناها. Which of the following parenteral anticoag require routine monitoring? A. IV unfractionated heparin, لان ده انا مستخدمه ليه وليه ما استخدمتش subcutaneous او sub-Q. تمام. الـ A للemergency cases او انا بستخدمه for treatment. في الغالب بروفيلاكسس, فالعيان ما عندوش حاجة فمش محتاج اعمل monitoring اصلا. اعمل monitoring على ايه؟ انا مديله سب كيو مثلا بعد العمليه او سب كيو وهو مثلا عنده مشكله هتزود الريسك بتاع الفي تي اي, فهو اوريدي ما عندوش اصلا. انما الاي في ده انا مديه اوريدي العيان في ايمرجنسي او عيان على تريتمنت بروتوكول, فهبتدي بقى اعمل مونيتورنج عشان عندي رقم هقيس عليه واخد عليه ديسيشن. انما البروفيلاكسس مش هاخد, مش ما عنديش رقم معين كات اوف فاليو يعني بعمل عليها ديسيشن. طيب يبقى رقم ايه مظبوط. برافو يا دكتور. 35-year-old man in her first trimester of pregnancy who is recently diagnosed with hypertension. Which of the following, which of the following is best and safest therapy? لابيتالون. لسه قايلين الكلام ده. كابتوبيل ما ينفعش. اي حاجه شغاله على الراسي سيستم لا تصلح, عشان في الاخر برضو انا محتاج الانجيوتنسين انزيم ده هو الانجيوتنسين 1 عشان يبتدي يعمل cellular growth والكلام ده في الفيتس. Which of the following anti-arrhythmic drug can considered as a rate control? Amiodarone من الحاجات اللي ممكن استخدامها rhythm و rate control. سوتالول لسه قايلينه فقط rhythm control, والحاجات التانية طبعا rhythm control. طيب قلنا التارجت من قبل ما نبدأ كده, قلنا التارجت بتاعي بتاع الهارت ريت. طيب نتكلم كده شوية عن مين الريت كنترول ومين الريزم كنترول كده سريعا. أنا عندي تو بروتوكول ببتدي أمشي عليهم, يا إما ريت كنترول يا إما ريزم كنترول بلس أحسب له الشادز فاسك سكور, وما ننساش الشادز فاسك ده. الريت كنترول عندي البيتا بلوكرز وعندي الكالسيوم تشانل بلوكرز أدون عليهم دايجوكسين, دول التلاتة الأساسيين. طيب ما عنديش الكلام ده في الاختيارات, الأميودارون هيبقى اختيار مناسب. الريزم كنترول باقي الاختيارات غير الحاجات اللي احنا قلناها. الشادز فاسك بحسبها, ولو لقيته أكتر من 2 هبتدي أديله أنتي كواج عشان أعمل بريفنشن للستروك. تمام كده. 45-year-old man woman has been diagnosed with hypertension 1 year ago on lisinopril 5 mg orally once daily, الأملودابن 10 mg once daily. She was doing well and her blood pressure was controlled. في last follow-up visit she informed her physician that she is planning to be pregnant. Which of the following is most important decision to take for this patient before becoming pregnant?
يبقى هي العيانه على لايسينوبرول، لايسينوبرول واحد من الايس انهيبيتور واميلودبين، وعايزه تحمل بلانينج تو بريجننت او بلانينج تو كونسيف، الاثنين بنفس المعنى. طيب هعمل لها ايه بقى دلوقتي قبل ما تدخل على الحمل والكلام ده؟ ايه هنعمل لها فولو اب فريكوينتلي عشان اشوفها ممكن تبقى كنترول على الاقل، اميلودبين لوحده مثلا. هتبتدي تتبع بقى الايديوكيشنز اللي هتتقال والكلام ده كله. اد ميثايل دوبا فور مور كنترول مش هتهمني دلوقتي الا لما اعمل لها فولو اب واوقف اساسا، لازم 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 اوقف اللايسينوبريل. طبعا كونتينيو لا، وديكريز اللايسينوبريل انت لازم توقفه. واتش اوف ذا فولوينج ميديكيشن تو بي يوز ذا نعم بلانينج تو بي بريجننت او بلانينج تو كونسيف، هما الاثنين نفس المعنى، هي عايزه تحمل في الفتره اللي جايه. فالاول ان انا اعمل اظبط لها الضغط من دلوقتي بميديكيشنز عشان لما تخش ما بقاش محتاج، لان كده كده الضغط هيعلى في البريجننسي او مور كومن يعني. فاول حاجه اعملها قبل ما اعمل اي حاجه لازم اوقف اللايزينوبريل وابتدي اعمل فولو اب مور فريكوينت يعني الاول، واضيف بقى الايجنت بالتدريج كده اللي هي السيفست ايجنت. تمام مش هيجيب لي كل الادويه كونترا انديكيتد، لازم يجيب لي اختيار اللي همشي فيه. اسال عليه دكتور، هو يعني انا بعتبر البلاننج بري البريجننسي ولا ممكن اعتبره تبع البريجننسي؟ مش هعتبره ان هو تبع البريجننسي، هي لسه بلاننج فهتحمل يعني ممكن تحمل احتمال كبير هتحمل في الفتره اللي جايه، هي مخططه لكده. تمام فانا هعمل ايه؟ هشيل كل الحاجات اللي ممكن تعمل لها كونجنتال انوميلي للبيبي او للفيتس، وابتدي اظبط لها الضغط او السكر بقى ايا كان اللي انا بعمله، لان الحاجات دي اصلا لازم اعمل لها مور كنترول عليها قبل ما تدخل في الحمل. يبقى قبل ما تدخل كده لازم اشيل اللايسينوبريل عشان اشوف ايه الايجنت اللي انا احطه. يبقى مثلا هي بتاخد حاجه، ممكن اضيف اللابيتالول مثلا، ممكن احتاج الميثايل دوب عشان اعمل لها مور كنترول، وخصوصا ان هي بتاخد تو ايجنت. تمام انما مش هسيبها ماشيه على اللايسينوبريل واول ما تيجي بقى خلاص حصل الحمل هوقفه واحط لها دواء تاني، لا بعمل مور كنترول قبل الفتره اللي هي هتعمل بلانينج فيها عشان اظبط لها الضغط الاول عشان لما تدخل في الحمل تبقى الدنيا بالنسبه لها تمام، عشان ما تدخلش طبعا في ريسك اوف اكلامبزيا والحاجات اللي احنا عارفينها دي. تمام كده وصلت. Which of the following medication to be used under caution in patients with ischemic heart disease؟ تلاتة وستين. العيان عنده ischemic heart disease وايه من الادويه دي اللي انا بستخدمه with caution، او في precautions كتيره يعني بستخدمه بس لو انا محتاجه عند الحاجه والدوزس قليله بديوريشن قليله. ايه سيليكوكسيب. تمام 45 year old patient with AF atrial fibrillation is treated with amiodarone 400 milligram per day, rivaroxaban 20 milligram per day with the evening meal. وطبعا الجرعات اللي اكتر من 10 الافضل ان انا اخدها with evening meal. He has concern about his drug routine monitoring. يعني هو مشكلته في ان انا اروح اعمل مونيتورينج كل شويه. Which of the following would be the best recommended regarding amiodarone؟ مين اللي هيقول لنا كده القصه بتاع الاميودارون؟ تمام هنقول الادفيرس افكت والحاجات اللي ليها مونيتورنج كده سريعا. بيعمل لي توكسيستي. تمام فببتدي اخد الشيست اكس راي بيز لاين وانيولي، ولو حسيت ان في مشكله اضافيه ببتدي اعمل بالمونري فانكشن. تمام طيب بيعمل لي هيباتو توكسيستي او مشكله في الليفر فانكشن يعني، فببتدي اخد الليفر فانكشن كل قد ايه يا دكتوره؟ 6 months البيز لاين، وكل 6 شهور ببتدي اعملها تاني. طيب بيعمل لي مشكله في الثايرويد يا هايبو يا هايبر، ولكن الهايبو هي المور كومن، ببتدي اخد برضو البيز لاين وكل 3 ل6 شهور. تمام طيب مشكله بقى القلب والكلام ده كله بعمل اي سي جي برضو بيز لاين بالنسبه لي، وكل سنه كده انيولي ببتدي اعمله تاني. طيب مشكلة العين بقى الاوبتيك نيوروباثي والكلام ده كله بعمله لو احتاجته، لو العيان ابتدى يحس بسيمتومز خلاص هروح اجري على طول اعمل بعد كده بيعمل فوتو سنستنتي، فبنصح العيان بقى ان هو يبعد عن الشمس وسان سكرين. يعني مفيش حاجة ليها مونيتورنج معينة في قصة الفوتو سنستنتي غير السان سكرين. يبقى هنا دلوقتي بقى هختار ايه من الحاجات دي؟ فانكشن تيست ات بيز لاين وكل 6 شهور، الجملة دي صح؟
لسه قايلينها الليفر فانكشن تيست كل 6 شهور, السليت لامب اكزامينشن دي حاجه في الاوفثالمولوجي ات بيز لاين وكل سنه انيولي اوفثالمولوجي لو حصل اعراض, يعني لو في مشكله في عينه روح ايه لجأ طبيب العيون, يبقى دي ما فيش ريجولار مونيتورنج ليها. تمام, رينال فانكشن تيست ات بيز لاين وانيولي, لا ما قلناش حاجه خالص عن القصه دي. الكاردياك انزايم ات بيز لاين وانيولي, ما قلناش قصه الانزايم خالص ولكن قلنا الاي سي جي. تمام, يبقى كله غلط فيما عدا رقم واحد اللي هي ايه. تمام كده, المونيتورنج بارامترز بتاعه الانيودارون مهمه جدا في حضراتكم برضو, راجعوها من الحاجات اللي احنا قلناها وشرحناها كويس. 28 year old woman presented with tachycardia and palpitation, ناخد بالنا يبقى عندها tachycardia وعندها palpitation بسبب ectopic focus او في ectopic beat, المهم في بؤره معينه او focus معينه هي اللي بتجنريت الامبلس. history revealed ان هي عندها hypertension وازمة, البيشنت want to conceive هي اللي احنا قلناها فوق, يبقى هي عايزه plan to be pregnant, يبقى هتحمل بعد فتره قريبه. البلاد بريشر بتاعها مش متظبط قوي, والموست لايكلي الترناتيف تو بيتا بلوكر, هي بتاخد بيتا بلوكر دلوقتي ان تيرم اوف افيكاسي اون بريشر والهارت ريت وريليتيف سيفتي, يعني افكتيف وفي نفس الوقت هيبقى سيف لو هي بقت حامل. دي الدوبا هو سيف في البريجننسي, وقلنا السي سي بيز برضو وخصوصا النيفيدبين منهم, وحتى النون داي هيدروباريدين برضو بتستخدم, وقلنا اللابيتالول. تمام, طب هنا العينه مشكلتها في الضغط ولا مشكلتها في الاكتوبيك فوكس اللي بتعمل بالبيتيشن وتاكي كارديا؟ ممكن هي بس يبقى دي مشكلتها الاساسيه, يبقى انا هدي دواء يظبط الاكتوبيك فوكس دي يعمل لها سبريشن فيظبط لي قصه التاكي كارديا والاريزميا والبالبيتيشن اللي عندها, وفي نفس الوقت منه هيظبط لي الضغط يعني هيقلل الضغط بتاعي, ونفس الوقت طبعا لازم يبقى سيف في البريجننسي لو هي حملت. تمام, يبقى مين بقى اللي ينطبق عليه الحاجات اللي احنا قلناها دي؟ بالظبط, يبقى المثال دوبا كده مبدئيا مش هينفع لان الابريل قلنا كده كده كونترا انديكيتد وده ملوش لازمه دلوقتي واصلا ما بينفعش, يبقى ما عنديش غير الكالسيوم شانل بلوكر نون داي هيدروبيريدين هي سبريس الاكتوبيك فوكس دي وهيقلل البالبيتيشن كويس وتاكي كارديا كويس جدا, وفي نفس الوقت هيلعب لي على الضغط, وفي نفس الوقت برضه ريكومندد بالايسوجي. تمام, يلا فهنا طبعا الاختيار الاصلح اللي هيبقى رقم ايه لحالتها, فناخد بالنا من التركات هي بتعالج ايه وعندها مشكله ايه. تمام كده, انما لو ما عندهاش تاكي كارديا ولا بالبيتيشن والسطر ده مش موجود يبقى انسب اختيار الميثايل دوبا بس بعالج الضغط العالي بيه وهيبقى سيف طبعا وافكتيف ما فيش مشكله خالص. طيب كده 68 year old woman with history of type 2 diabetes and dyslipidemia على اتينولول ايزينوبريل, الدكتور بتاعها عايز يبدا استاتين, والاستيميتد 10 year ESCVD risk بتاعي 10 بتاعها يعني 10%, which of the following would be recommended؟ أتنس statins صحيح كده؟ طيب yeah. من 40 ل 80 ومعاهم الرزوفا statin, شكرا. رزوفا statin كام؟ نص ال 40 نص ال 40 كام؟ 20. تمام, يبقى 20 والى 5 مش حافظين ده 20 ل 5 بقى انا مش حافظها لان هو السؤال بيعتمد على ان انا احفظ القيم بتاعه الاستاتنز والحاجات دي كلها, ابقى عارف مين الهاي انتنسيتي مين اللو انتنسيتي مين الانترميديت, طبعا كده كده مش احفظ اللو, هو السؤال دايما بيجي لي في الهاي والانترميديت, ولو انا حفظتهم خلاص اللو اي حاجه بقى هتجي لي بعد كده تبقى هي لو. يبقى انا بتكلم 40 ل 80 ملي جرام ونص الجرعه دايما الرزوفاستاتين نص جرعه الاتوفا, يبقى كام؟ يبقى 20 و 40. تمام كده,
ودول بس الوحيدين اللي في الهاي انتنس ستاتين. طيب لو رحت لللو انتنس ستاتين نصص الجرعة، يبقى خلي دي كانت 40 يبقى نصصها 20 الى 10، تمام كده يبقى 10 ل 20 تمام. طب ونص الجرعة بقى بتاع روزوفاستاتين دي 10 هتبقى كام؟ 5، ودي 20 هتبقى 10 من غير ما احفظ حاجات كتير. والسيمفاستاتين بالهاي دوز اللي هو من 20 ل 40 ماكسيمم دوز اوف سيمفاستاتين 40 ملي جرام، مفيش 80 دي واختارها تمام. يعني ال 80 دي مستبعده كده من البدايه. والباقي الحاجات بقى اللي ممكن نحطها اللوفاستاتين 40، الهاي دوزس بقى من كل حاجه، البرافا مثلا 80 تقريبا، والحاجات التانية دي يعني ايه مش بيسال عليها كتير. باقي الحاجات بقى هتبقى لو انتنسيتي، ودي مش هستخدمها اصلا في الكلينيكال براكتس. طيب الهاي انتنس ستاتين بديها للمريض بتاعي امتى؟ الفور ستاتين بنفيت جروب اللي احنا قلنا عليهم في المحاضره. ولو العيان حسبت له الاي اس سي في دي ريسك سكور وطلع اكتر من 7.5 وهو دايابيتك وفي الرينج بتاعي بتاع اقل من 75 لحد 40 45 سنه، ببتدي اديله هاي انتنس ستاتينز تمام كده. فالجزء ده من الحاجات المهمه جدا، وطبعا لو محتاجين في حاجه نرجع للمحاضره تمام. في محتاجين في حاجه نقول دلوقتي ولا الدنيا تمام؟ نرجع للمحاضره عشان الوقت. الحاجات اللي اتشرحت وتمام خلاص بقول لكم ارجعوا للمحاضرة عشان ايه وقتنا بس. 60 سنة، man presented with complaint of chest pain twice weekly, history revealed chronic stable angina، وعنده كمان hypertension على اتينولول، والblood pressure بتاعي في التارجت ولا لا 147 على 93 في التارجت. لا بفتر برافو. المفروض التارجت بتاعي اقل من 130 على 80، فهنا لازم اخد اكشن على الحوار ده. والهارت ريت بتاعي 65، يعني الى حد ما في التارجت، ولكن محتاج شويه مونيتورنج. ممكن بقى ايه اظبط العيان بتاعي في اللايف ستايل موديفيكيشن، ولكن هو الكومبلينت بتاعي هنا شست بين، فهل هضيف له ايزوسوربايد و لايسينوبريل ولا املو دابن ولا دلتا دابن؟ ايزوسوربايد داينايتريت تمام. ليه؟ لان المين كومبلينت عندي هنا هي الشيست بين، هو اتينولول يعني على بيتا بلوكر، وانا الهارت ريت بتاعي مش عايز اعمل له اجريسيف ريدكشن عشان ما يدخليش في برادي كارديا. يعني في الحاله دي لو ضفت دلتا زين ده الهارت ريت ممكن يقع ويعمل لي برادي كارديا اصلا. الاملو دبل مش هستخدمه قوي او يعني نوت ريكومندد الا لو انا بقى احتاجت اذر ايجنت عشان الريفلكس تاكي كارديا، وكده كده انا قافلها بالبيتا بلوكر. يعني اللايسينوبريل مش هيساعدني في الشيست بين، ولكن كده كده لازم احطه في البروتوكول بتاعي عشان البلاك ستابلايزيشن بتاعته. يبقى انا ما عنديش الحاجه اللي بتستخدم كانتي انجينال ميديكيشن وترجع لي البالانس تاني عشان تقلل الشيست بين. الايزوسوربايد سكيدولد فورم بتاعها اللي هو النيتريت ايزوسوربايد داي نيتريت او الباتش او اي سكيدولد فورم خلاص تمام. Which of the following drugs is contraindicated in heart failure؟ سيليكوكسيب. سيليكوكسيب تمام. كابتوبريل يستخدم، فيوروزيمايد والاميدارون ما عنديش مشكله فيه خالص. مين من البيتا بلوكر؟ خلاص دي احنا قلناها مره قبل كده. الشادز فاسك بقى حد يحسب لنا السكور كده. ستة. ستة ليه يا دكتورة؟ تاني كده. طيب الايج اكتر من 75 احسبها 2. طيب بص يا دكتورة خلينا نمشي الشادز فاسك بالاختصار بكل حرف. ال CHF عنده chronic heart failure. Yes, diagnosed in end of filtration atrial fibrillation. تمام، هو عنده atrial fibrillation عشان كده انا حسبت له الشادز فاست. انا مش هحسبها الا لو العيان عنده AFib. انا بحسبها بلس الادوية الريت او rhythm control عشان اشوفه هي recommend ان هو ياخد anticoag ولا لا عشان الستروك بريفنشن تمام. فكده كده الايفب اصلا مش هتخش معايا في السكور ده، انا بحسبها عشان المريض عنده ايفب تمام. فالسي اللي هي اختصارها كرونيك هارت فيلير او كونجستيف، مش هنخسر حاجه، المهم تبقى عارف ان دي خاصه بالهارت فيلير.
ما عندوش هارت فيلير تمام يبقى دي مش هتاخد حاجه. هايبرتنشن اهو عنده هايبرتنشن بديها هتاخد واحده. الايدج بتاعي اللي بياخد 2 اللي هو فوق كام؟ 75. طب هو العيان كام؟ 76 يبقى هياخد 2. دايابيتس هيستوري انكلود ما عندوش دايابيتس صح؟ يس يس ما عندوش. ستروك جاله ستروك قبل كده او ترانزنت اسكيميك اتاك ما ذكرش حاجه زي كده صح؟ يبقى دي برايمري بريفنشن. فاسكولار ديزيز الحته بقى اللي بتوقعنا كلنا في كورونري ارتري ديزيز لا ما كورونري ارتري ديزيز قلنا دي ما بتاخدش الا لو العيان داخل على انجيو يعني عمل انجيوغرافي وكان سيجنيفيكانت كورونري ارتري ديزيز وعشان كده عمل عليها انجيو ففي الحاله دي بدي له سكور. العيان مثلا عنده بريفرال ارتريال ديزيز خارج من مايوكارديال انفاركشن او كان عنده من فتره مثلا ام اي ففي الحاله دي ببتدي ادي له. انما الكاد لوحدها كده وستيبل ماليش علاقه بيها لا اعتبرها في السكور بتاعي تمام. يبقى كده قصه الفاسكولار ديزيز مش هياخد عليها حاجه والسكس كاتيجوري ما هياخد عليها حاجه اللي هي ميل هي ميل صح هو ميل او اس فكده مش هياخد حاجه على السكس كاتيجوري. وطبعا الايدج الثاني طالما انا اديت على الاول مش هياخد ثاني على الايدج الثاني فالايدج الثاني كده انا برضو وقعته بالنسبه لي. فكده خدنا كام؟ واحد وخدنا كمان 2 يبقى 3 صح كده؟ اوكي صح كده. يبقى الشادز فاسك مهم بالنسبه لي بحسبه على الكرايتيريا بتاعتي ببتدي امسك كل حرف واشوف هياخد نقطه ولا مش هياخد 1 بوينت او 2 على حسب هو مكتوب. نعم الهايبر ليميتيمي مش تبع الفاسكولار ديزيز؟ لا مش محطوطه تبعها. لو حاصل اورتيك بليك سيفير اورتيك بليك وجاب لي كده بالاسم يبقى هاخد عليها نقطه. انما هايبر ليميتيميا بس وسابني كده لا مش هتتحسب لان كده كده العيان بتاعي بياخد ستاتين تمام. يعني الهايبر ليبيديميا لوحدها از التست كده ككلمه كده هايبر ليبيديميا ملهاش علاقه بالفاسكولار ديزيز. انما لو جاب لي سيفير اورتيك بليك يبقى ده يقصد بقى ان هنا لازم ادي نقطه. طب العيان اللي على كيد زي ما قلنا مهمه جدا او اسكيميك هارت ديزيز او ستيبل انجينا او اي حاجه تنم على ان هو ستيبل ما بتاخدش نقطه بديها للسيفير كورونري ارتري ديزيز اللي داخل على انجيو اللي هو عمل انجيوغرافي اللي هي قسطره يعني تمام اللي هي القسطره وهو خلص وعملها ده بياخد عليه نقطه. طب بريفرال ارتريال ديزيز برضو نفس الكلام لو ذكر لي الحاجه دي في الكيس عنده مايوكارديال انفاركشن او كان عنده قبل كده يبقى برضو هحطها معايا في الفاسكولار سكور تمام. واحسبه لو اكتر من 2 خلاص هريكومند ان هو ياخد انتي كواج عشان اعمل ستروك بريفنشن تمام. يبقى انا بقى بحسب الحاجات دي العيان الاي فيب ما بحسبلوش اي نقطه الاي فيب كديزيز انا بحسب له اصلا الشادز عشان ادي له انتي كواج عشان الستروك بريفنشن. قصه الشادز فاسك كده تمام. ايوه دكتور طب لو قامت الكيس في هيكون السكور كم؟ الفيميل هتاخد بوينت السكس كاتيجوري بندي له بوينت لو كانت فيميل انما لو ميل ما بياخدش بياخد زيرو. يعني هتاخد 4 ايوه تمام كده كده الفيميل لوحدها كده بدون اي حاجه هحسبها لها هتاخد 1 وبعد كده بشوف بقى ازود عليها باقي الحاجات. انما الميل مش هياخد بقى السكس كاتيجوري دي هشيلها من الحسبان تمام كده. يعني هي لو في ميل هتزيد 4 هتبقى 1 زياده بسبب الايه ان هي في ميل. خلاص يا دكتوره تمام كده ايوه تمام تمام. Which of the following medication should be prescribed to the patient with angina to treat the acute attack. خلاص يعني اعتقد ان السؤال سهل برضه صح تمام. Sublingual طبعا. Which antihypertensive is most likely to cause peripheral edema. مين من دول اللي بيعمل لي peripheral edema؟ الأملودبين تمام. الكالسيوم شانل بلوكر بتعمل لي peripheral edema. طبعا السؤال ده اتكرر كتير بتاع السيلوكوكسين وده في شهر 12 فخلي بالكم بقى ايه منه. Indication for endobamide ما عنديش indication ليه غير الاسنشال هايبرتنشن فقط. طبعا ده سهل مش نقوله. فيرابامل ميجور دراج دراي انتراكشن فيرابامل مع الدايجوكسين وقلنا اي حاجه ليها علاقه بالدايجوكسين مهم اعرفها.
الفارماكولوجيكال بروبرتيز بتاع الكاردياك جلايكوسايد هو ايه؟ بوزيتيف انوتروب. طيب السؤال رقم 78 على الاريزميا، استخدامي للفيرابامل كانتي اريزميك ميديكيشن بيعمل ايه؟ فيس 2. تمام، والفيس 4 دي بيشتغل عليها البيتا بلوكر ما ننساش، وقلنا ازاي طريقه نحفظها. الدوبامين طبعا خلاص ميكانيزم، هنعدي الحاجات السهله دي. طيب 47 year old man admitted to hospital with atrial arrhythmia prescribed amiodarone, which of the following is most likely adverse effect to be monitored؟ بالمونري توكسيستي والكلام طبعا ملوش علاقة بالسودوم امبرينس كولايتس، والتوزس دي لها علاقة بالمايثينيا جريفيس، والتينايتس لها علاقة بالاسبرين والبايريدامول اكتر. تمام، طيب كونتراندكيتد في الايس. تمام، which of the following is benefit of using dopamine in treatment of cardiogenic shock؟ I think a brave ايه فهم الكارديوجينيك شوك لازم ادي حاجه تزود المايوكارديال كونتراكتيليتي طبعا، يعني في ايجنت اتكلمنا عليها، ولكن الدوبامين في الكارديوجينيك شوك عشان يزود لي المايوكارديال كونتراكتيليتي، وهو طبعا من الحاجات اللي هي بوزيتيف انوتروب. طب سيلكت لي كونستراكت رينال اند مزنتريك بيدز، هو بيعمل كده تقريبا دي وان بتعمل فازو كونستراكشن للرينال بيد ولا فازو دايلاتيشن؟ دايلاتيشن يبقى كونستراكت دي غلط. لايك البريفرال فازو كونستراكشن لو اديته الالفا 1 طبعا هيبقى بوتنت فازو كونستراكتور، ديكريز الكاردياك اوتبوت غلط، فاول اختيار بالنسبه لي هو اللي صح. الباجوكسين طبعا خلاص اتكلمنا عليه، صوديوم بوتاسيوم، وناخد بالنا من حته الصوديوم دي. اللوسرتان اوفر لايسينوبريل، الاربس اوفر ايس انهيبيتور، ما عنديش غير حاجه واحده ليهم بس ان هم ليس اندكشن اوف كاف، انما باقي الحاجات كلهم زي بعض. A common form of supraventricular tachycardia in teenager اللي هي الادوليسنس يعني، ده برضو سؤال تقريبا جه في 11 على ما اتذكر. تمام، ده طبعا الاي في نودال ري انترنت، فده يعرفوه كده واحفظوا الكلمه بتاعته. الادوليسنس اكتر حاجه بتجيلهم في السوبرافنتريكولار تاكي اريزميا اللي هو الري انترنت اللي هو رقم ايه. طبعا سؤال سهل جدا في الفيسيولوجي. Patient was diagnosed with arrhythmia. His physician prescribed anti-arrhythmic drug. The patient came for follow-up. His labs بتاعته كانت normal except the TSH كان elevated وال T4 كان قليل. يبقى العيان عنده ايه؟ Hypothyroidism. برافو. Which of the following most likely to cause the patient complain? Aldosterone ولا ليثيوم ولا فينيتوين ولا دايجوكسين؟ اميودارون بيعمل لي هايبوثايرويدزم، والليثيوم برضو بيعمل لي هايبوثايرويدزم، هختار مين؟ اميودارون لانه فال انتي اريزميك. برافو يا دكتور فادي. بيشنت على اميلودبن فور هايبرتنشن ديورينج فولو اب فيزيت، الفيزيشن فاوند هايبربروتينوريا، واللابات بتاعته كانت نورمال يعني ما عدا الهايبر بروتينوريا، فالديسيشن بتاعي طبعا ايس انهيبيتور. السؤال بقى المختلف عليه جدل ما اعرفش ليه، اسبرين ويز انفلاماتوري دوز اللي هي 325 وفوق المايوكارد انفاركشن. Anticipated beneficial ولا anticipated harmful ولا ملوش اصلا beneficial وملوش harmful؟ ايه صح؟ Anticipated beneficial باللوجيك يعني ما عليك دال على الفاضي، يعني العيان اصلا اول ما بيجي لي بدي له اسبرين بهاي دوز اللي هي الانفلاماتوري دوز عشان اقلل الانفلاميشن، وفي نفس الوقت كاونتر اكت المشاكل اللي بتحصل ممكن من الثرومبوامبوليك ديزيز والكلام ده كله، فهي Anticipated beneficial. 58 سؤال مهم جدا في acute decompensated heart failure. With acute decompensated heart failure complaints of or from shortness of breath or peripheral edema.
عايز كده الكاتيجوري بتاعته على فورستر. طبعا ده الكلاسيفيكيشن اللي احنا بنصنف عليها سبست 1 و 2 و 3 والحاجات اللي احنا قلناها ده بنسميها فورستر كلاسيفيكيشن. انا مستنيكوا تقولوا على فكره انتوا سكتوا ليه كده؟ لا هو احنا منتظرين احنا شرحنا الحته بتاع الاكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير دي يعني ايه بوقت كتير فحضراتكم برضو بترجعوا لها. اولا احنا بنصنف المريض بتاعنا لفور سبست مهم قوي ان انا سبست 1 وسبست 2 وطبعا كل واحده بالكرايتيريا بتاعتها وسبست 3 وبعد كده 4. اول حاجه بشوف السيمتومز بتاع العيان بتاعتي. انا طبعا عندي مين كاتيجوري للسيمتومز اللي هي سيمتومز اوف كونجيشن وسيمتومز اوف هايبو بيرفيوجن. الكونجيشن هو الفلويد اوفرلود، العيان بقى عنده ديزنيا، عنده شورتنس اوف بريث، عنده بريفرال ايديما مثلا، عنده جاجولار فينس ديستنشن، هيباتوميجالي، سبلينوميجالي، اي حاجه تنم على ان في كونجيشن في اورجان معين او في اللور ليم، او سيمتومز اللي هي شورتنس اوف بريث بسبب مثلا بالمونري ايديما. يبقى العيان هنا عنده شورتنس اوف بريث وعنده بريفرال ايديما، يبقى انا احطه هنا في الكاتيجوري بتاع الكونجيشن، يبقى عنده سيمتومز اوف كونجيشن. بشوفه عنده سيمتومز اوف هايبو برفيوجن ولا لا. الهايبو برفيوجن قلنا ان هي نفس اعراض الانيميا، العيان بقى نعم تمام، العيان عنده فاتيج، عنده التر مينتال ستيتس، الكولد اكستريميتيز مثلا، رينال فانكشن بتورس، عنده مثلا الكترولايت فيها ديستربنس والحاجات دي كده. فدي كلها بدرجها تحت الهايبو برفيوجن. الكونجيشن عندي احتمالين، احتمال من اتنين يعني، يا اما العيان يبقى مليان ميه ومعبي ميه، عنده اديما بقى في الاورجان او في الاكستريميتيز فهسميه ايه؟ معبي ميه، ويت ودراي فهسميه ويت. ما عندوش symptoms of congestion فاسميه dry. تمام؟ طب العيان اللي عنده perfusion قليل او عنده perfusion normal، perfusion قليل فالعيان هيبقى سائع، لسه قايل cold extremities فهيبقى cold. لا العيان perfusion كويس والكاردياك اوتبوت الى حد ما بيروح للأورجن فهلاقي العيان بتاعي warm. تمام؟ طيب ناخد بقى الكلام اللي احنا قلناه ده ونسقطه على السبسيتس اللي احنا قلناها. سبست 1 ده العيان ما عندوش اي مشكله ولا سيمتومز اوف كونجيشن ولا سيمتومز اوف هايبو برفيوجن، يبقى العيان هصنفه لايه؟ هيبقى وورم ما عندوش هايبو برفيوجن وما عندوش كونجيشن فهيبقى ايه؟ دراي. صح كده؟ العيان ده هتعمل له ايه؟ ولا اي حاجه، اعمل له اوبتمايزيشن وروحه البيت على طول، هو كده كده مش هيجي لك اساسا يعني. طيب السبست 2 عنده ايه؟ عنده سيمتومز اوف كونجيشن، سيمتومز اوف كونجيشن، يبقى العيان هقول عليه symptoms of congestion يعني معبي ميه فهيبقى غرقان ويت مبلول اهو بالمعنى البلدي، والبرفيوجن بتاعه حلو وتمام التمام فهيبقى ايه؟ warm. يبقى السبست 2 هيبقى warm and wet، يبقى العيان عنده بس symptoms of congestion والبرفيوجن 100 100. العيان ده هتعمل له ايه؟ هتعالج له الكونجيشن بتاعه فهتدي له اي في مثلا ليزكس او فيروزيمايد دايوريتكس يعني، وهتضيف عليها فينو دايليتور لو احتاجت اللي هو مثلا نيتروجليسرين او مثلا صوديوم نيتروبروسايد. تمام؟ يبقى دي قصه ايه؟ السبست 2. طب السبست 3 بقى عنده ايه؟ ده العيان ده كان ويت ولكنه كان ورم، اعكسها بقى، يبقى الاثنين دول عكس بعض، يبقى العيان هنا هيبقى كولد، يبقى سيمتومز اوف هايبو برفيوجن وعنده الكونجيشن ما فيش الدنيا تمام، يبقى هسميه ايه؟ دراي، يبقى كولد اند دراي. يبقى انا اول واحد ده ما عندوش حاجه، رابع واحد ده عنده الاثنين، يبقى كده خلصنا منهم. يبقى الراجل ده كولد اند ويت، يعني ده كارديوجينيك شوك بقى، دي اللي بنقول عليها كارديوجينيك شوك. الاثنين دول اول واحد البرفيوجن كويس وعنده بس كونجيشن. رقم ثلاثة عكسها، ده الراجل الثاني ده كان عنده كونجيشن يبقى ده دراي ما عندوش حاجه، ده كان ورم بقى ده كولد. طب كولد اند دراي يبقى مش هدي له اي في دايوريتيك ولكن هركز قوي على الانوتروب عشان احسن الكاردياك اوتبوت ويروح للخلايا والتشو والكلام ده كله. تمام كده؟ ده طبعا هدي له كل حاجه، اسف، ده كده هدي له كل حاجه اللي في سبست 4. سبست 4 ده هياخد كل حاجه بقى لان هو كولد اند ويت. تمام، ايه رايكم كده وصلت ولا فيها حاجه؟ سريعا يعني. تمام. حد بقى يجاوب لنا السؤال ده. العيان ده عنده شورتنس اوف بريث وعنده بريفرال اديما. شورتنس اوف بريث وبريفرال اديما دي من السيمتومز بتاعت ايه؟
الوان الخيقان كونجيشن معدي في الاكستريميتيز ومعدي ميه في البالمونري او في اللنج, فعشان كده عنده شورتنس اوف بريث, فكلها سيمتومز اوف كونجيشن. يبقى العيان ايه ويت مبلول. ذكر لي حاجه عن الهايبو برفيوجن, ما قاليش, يبقى رحمني. يبقى ويت اند ايه وور. تمام, فين ويت اند وور؟ ما هي ويت اند وور اللي هي سبست كام 3 سبست 2 ويت اند وور سبست 2 اللي انا بدي له اي في دايوريتكس وبلاس اور ماينس فينو دايليتور. ماشي كده, تمام كده, اتفهمت الجزء ده؟ مهم برضو بيجي في الاسئله, وبرضو حرام نضيع درجه ملهاش لازمه لان هو سهل, جاست ان انا فهمت الكونسبت وقسمت السيمتوم زي ما احنا عملناها, حطيته في سبست معينه, حتى لو ما قاليش خلاص انا عارف ان ده ويت اند وورم. مش لازم يعني, ما بيركزش قوي على ده في سبست كام, ولكن احنا نعرف المعلومه كامله زي ما احنا تعودنا. يبقى عرفت العيان بتاع ويت اند وورم دراي اند كولد, ايا كان بقى هصنفه بناء على التو كاتيجوريز اللي احنا قلناها. Which of the following vasopressor that is giving in fixed dose, طبعا vasopressin, سؤال سهل يعني. عيان عنده septic shock, مين الدراج of a choice في septic shock؟ نور أدرينالين أو نور إبنفرين. طبعا كده كده بدي الـ IV fluid كويس وبدي الـ antibiotic والكلام ده, ولكن أهم واحد عندي إن أنا بدي firstly كده النور إبنفرين, وبعد كده بعدون عليه أي حاجة تانية. اوعى تختار الدوبامين, لأن الدوبامين risk of arrhythmia عالي جدا, وكمان المورتاليتي ريت بتاعته أعلى من النور إبنفرين. How to make diagnosis of STEMI, سؤال سهل برضو. STEMI دي واحدة من الأكيوت كورونري سيندروم, حصل مايوكارديال انفاركشن. ببتدي أقيم العيان بتاعي على التروبولين اللي هي الكاردياك انزيم وال ECG Elevated ST segment, هي من اسمها ST segment elevation, فباللوجيك كده هلاقي Elevated لل ST segment, فأي حاجة فيها depression هلغيها. طيب with increased troponin, اكيد ده عنده مايوكارديال انفاركشن فهلاقي التروبونين في السماء اساسا. طيب انكريزنج البي ام بي دي لها علاقه بالهارت فيلير, انكريزنج السي كي ما لهاش علاقه دلوقتي معانا في الستيمي. الستيمي تروبونين كاردياك انزيم مين لي تروبونين اي او تي طبعا مش مشكله, تروبونين والاي سي جي. لو الاي سي جي في اس تي سيجمنت اليفيشن وتروبونين عاليه يبقى انا بتكلم على ستيمي مايوكارديال, خلاص ده حصل نيكروسيس. طيب لو العيان في نون ستيمي ده لسه في اكيوت كورونري سيندروم وحاصل سيفير اسكيميا ولكن لسه ما وصلش للمايوكارديال انفاركشن, فالعيان الاي سي جي بتاعه ممكن الاقيه نورمال, او لو لقيت فيه تشينجز ممكن الاقي ديبريشن اوف اس تي سيجمنت تمام, او البي ويف فيها شويه تشينج, انما الاس تي نفسها مش الاقيها اليفيتد. والتروبونين طبعا عشان دي سيفير اسكيميا فهلاقي التروبونين عالي. على النقيض بقى الانستيبل انجينا مش هلاقي فيها التروبونين عالي, وبرضو الاي سي جي ممكن يبقى نورمال او الاقي فيه ديبرسد للاس تي سيجمنت. خلاص دي قصه الاكيوت كورونري سيندروم سريعا. بيشنت هاز الرجيك راينايتس, الفيزيشن بريسكرايب لي سودو افيدرين وهو اصلا عنده هيستوري اوف هايبرتنشن, الاكشن بتاعنا هيبقى ازاي؟ هياخده ولا هقول له لا ما تاخدوش, ولا دونت ديسبنس ما تصرفوش, ولا اكلم الفارماسي مانجر؟ البيشنت عنده ضغط وصرفنا له سودو افيدرين عشان عنده الرجيك راينايتس, هصرفه ولا هكلم الدكتور ولا هكلم المانجر ولا هعمل ايه؟ السودو افيدرين مع اي ثينك يا دكتوره معلش. وعلى حسب الخيارات الموجوده انه وانس ان هو كنترول ممكن ادي السودو افيدرين رغم انه هو بيزيد الهايبرتنشن. تمام برافو, يبقى انا اختار من هنا ايه رقم ايه يوز السودو افيدرين with caution if controlled hypertension. طبعا لو هو not controlled او uncontrolled مش هتستخدم طبعا, دونت ديسبند غلط. وفي نفس الوقت الفارماسي مانجر دي مش حاجه يعني, لو انت عايز تكلم الفيزيشن بتكلمه دايركت. فطبعا استخدم السودو افيدرين طالما العيان بتاعي كنترول او هو لم يذكر في الكيس ان هو uncontrolled, يبقى طالما ما ذكر ليش دونت اسيوم في الامتحان عشان خاطر يعني, ما تقولوش يمكن هو قصده ما عرفش كذا, ده هيضيع وقتنا ويضيع مننا السؤال على الفاضي. التارجت طبعا بتاع
نعم معلش دكتور، بس إذا كان في الامتحان بدل الإجابة دي call pharmacy manager كان مكتوب call the prescriber أو دكتور، أعتبر option؟ لا هقول the prescriber إمتى؟ لما يكون في خطأ medication error ببتدي أكلمه أقول له لا ده في مثلا drug-drug interaction هنا severe، ده الدوز هنا مش مظبوطة، ده في مثلا حضرتك كاتب الدوزج فورم غلط وما عنديش الحاجات دي في الفورمولاري مثلا، المهم في ميديكيشن ايرور هروح اكلم الفيزيشن، انما دي خلاص دي معلومه حضرتك اللي بتتحكم فيها، ولا هتكلم الفارماسي مانجر لان ده مش شغله. لو برضو عندك مشكله ليها ريليشن بالمانجمنت في الصيدليه بتكلم الفارماسي مانجر، ولكن هنا الكونسبت بتاعي ان انا طالما العيان كنترول ولم يذكر في الكيس يبقى انا هعتبره ان هو كنترول وهصرفه للسودوفيدرين ويز كوشن، دي معلومه مهمه if controlled hypertension. طيب لو ما قاليش بقى وسكوشن لا في الحالة دي هبتدي اشوف اختيار تاني هيبقى مناسب. خلاص كده تمام كده يا دكتور؟ تمام. التارجت بتاعي بتاع الهارت ريت البيشنت اللي على بيتا بلوكر في AF يعني ريت كنترول في AF لسه قايلينه من شوية، لو اسيمتوماتيك بيبقى اقل من كام؟ من 110 في الريست، لو سيمتوماتيك يبقى اقل من 80 مور اجريسيف كنترول على الهارت ريت، يبقى هنا اختار مين؟ انا عندي رقمين، انا عندي رقمين يا شباب، لو اسيمتوماتيك يبقى العيان اقل من 110، لو سيمتوماتيك يبقى اقل من 80، يبقى مين اللي اقل من 110 ومين اللي اقل من 80؟ ما عنديش غير الرقمين دول، يبقى الاثنين دول مستبعدين. طب هل العيان اسيمتوماتيك ولا سيمتوماتيك؟ ما ذكرليش ان هو عنده سيمتومز، هو بس عايز التارجت بتاع العيان العادي، يبقى العيان كنترول ده 100 100، يبقى انا ماليش علاقه بال80 دي، الا لو ذكر ان العيان نوت كنترول ده على الميتوبرولول فمحتاج ازود الدوز او اخد انذر ايجنت حاجه تنم من العيان نوت كنترول او سيمتوماتيك، يبقى هنا اقل من 110 فين الاختيار؟ 90. تمام فهمتوا القصة بتاع التارجت دي، لان بيجي برضو عليها كذا سؤال كده فمش عايزين نخسر حاجة زي كده. 85 سنة diagnosed عنده angina و recently developed MI، طالما خلاص MI post MI في ثانية على طول، لو العيان ما بياخدش بيتا بلوكر لازم ياخد، بياخد بيتا بلوكر يبقى الاوبشن التاني اللي عندي سبيرونولاكتون، خلاص يبقى انا مسستم دماغي على الاختيارات بتاعتي. his medication are lisinopril، بياخد لايسينو 10 ملي ومرة واحدة في اليوم، هيدروكلوروثيازايد ماشي، which of the following is highly recommended for this patient. ايه بروف، يبقى انا اول حاجه عندي بيتا بلوكرز دي مهمه بوست ام اي، المفروض اصلا العيان عنده انجينا يبقى ماشي على بيتا بلوكر، ما نعرفش هو مش ماشي عليها ازاي يعني، ولكن بوست ام اي بيتا بلوكر، وتاني اوبشن اللي هو واخد كل الاحتمالات دي بقى سبايرونو لاكتون بوست ام اي على طول وانا مغمض. طيب بعد كده رقم 97 احنا هناخد لحد 100 ونقفل بقى معلش النهارده، وتكملوا الحاجات ونتناقش عليها في الجروب. which of the following cause digoxin toxicity، طبعا عارفين الكلام ده سهلة. طيب ناخد 98 في male patient. لا معلش دكتور الإجابة عشان بس شاكة فيها، الهايبومغنيزيميا ولا الهايبوكالسيميا؟ الاثنين بيعملوا معلش يا دكتور انا ما خدتش بالي، الاثنين بيعملوا ديجوكسين توكسيستي، ولكن الهايبركالسيميا هيؤدي الى الكاردياك اريست، لو في هايبركالسيميا مع التوكسيستي هيدخل على طول العيان في كاردياك اريست، انما الهايبومغنيزيميا لازم يحصل له هايبوكالاميا وقصه تانية في المغنيزيوم، وطبعا المغنيزيوم بياخد بس 50% او من 30 ل 50% من الاكشن بتاع الكالسيوم، فلو عندي الاختيارين فيهم نفس الكلام ده يبقى انا اروح اجري ادور على الحاجه اللي فيها هايبركالسيميا، وبعد كده هيبقى هايبومغنيزيميا. طبعا الاثنين التانيين دول مستبعدين صح؟ حضرتك بس يعني محتاره بين اول اثنين. يس تمام، يبقى كده الاختيار بتاعي هايبركالسيميا، طالما عندي في الاختيارات بختاره الاول، طبعا لو عندي هايبوكالاميا خلاص يبقى مش هبص بقى على الاذر تشويسز، لان الهايبوكالاميا على طول ديجوكسين توكسيستي وسيفير كاردياك اريست. تمام فيميل فيها كالسيوم الاول، لو عندي كذا اختيار وما عنديش هايبوكالاميا يبقى انا هختار الهايبركالسيميا، الكالسيوم الاول هيؤدي الى الكاردياك اريست، وطبعا لو عندي هايبوكالاميا
هيزود بكتير الدايجوكسين توكسيستي وبرضه هيدخل العيان في كاردياك ارست. الهايبوماجنيزيميا سهله قوي ان انا اعمل كنترول عليها، مش هتدخل العيان في سيفير كونسيكونس. تمام، فلو عندي الاثنين في الاختيارات يبقى انا اخد بالي قوي من الهايبركالسيميا اكتر من الماجنيزيميا. تمام. طيب معلش دكتور، اذا كان في هايبركاليميا وهايبركالسيميا، لا لو كان هايبو بقى هو ايه اللي بيعمل؟ لو كان هايبوكاليميا، ايوه هايبوكاليميا وهايبركالسيميا، هختار هاخد الهايبوكاليميا الاول. البوتاسيوم السمول تشينجز في البوتاسيوم بتعمل لي سيفير دايجوكسين توكسيستي، وهتعمل برضو سيفير اوت كوم على الهارت، يعني سيفير كونسيكونس هتبقى باد وباد بروجنوزس على العيان. انما الكالسيوم يعني ممكن الحقه شويه، هيبقى يعني في الحده بتاعته اقل من البوتاسيوم، واقلهم خالص الهايبوماجنيزيميا بترتبهم يعني. فعلى حسب بقى التشويسز عندي ببتدي اتحرك واختار. ماشي كده؟ ايوه كده تمام، شكرا دكتور. تمام عفوا. Female patient came to ED emergency department with severe chest pain. After investigation physician found that he has elevated troponin. عندها مرتفع، يبقى انا عندي حاجه من اثنين، يا اما نون ستيمي يا اما ستيمي على حسب الاي سي جي. نورمال اي سي جي بقى نون ستيمي على طول، مش محتاج اي حاجه. Which of the following is best recommended for her case. حضرتك عندك اختيارين دلوقتي، في اثنين اختيار بالاسبرين باللودنج دوز، دول حضرتك هتختار واحد منهم، والاثنين اللي هم الاسبرين 81 خلاص دول استبعدتهم. فعندك تيكا جريلول وعندك برازوجريل، مين الانسب للمريض اللي هيمشي ميديكال ثيرابي؟ يبقى البرازوجريل بستخدمه بس لو يعني هو برضو بيستخدم في الميديكال انترفنشن، ولكن نوت بريفير، لان بيبقى البليدنج ريسك بتاعه عالي، فبستخدمه بس لو العيان هيدخل على انترفنشن بي سي اي مثلا زي ما الدكتور قال. تمام، يبقى العيان داخل على بي سي اي، لو هو قال لي في الكيس ان هو مثلا عنده نون سكيمي وداخل يعمل لي بي سي اي، يبقى انا انسب اختيار هدي له اسبرين وبرازوجريل. طيب لو انا ما عنديش بقى اختيارات تيكا جريلول وعندي بس البرازوجريل، خلاص هضطر اختاره بما انه نون بريفيرد يعني، ولكن ما عنديش غيره. طيب انسب اختيار يا اما هدي كلوبيدو جريل للعيان بتاعي اللي هو على نون ستيمي، يا اما كلوبيدو يا اما تيكا جريلول، وبدي التيكا جريلول معاه عادي بالاسبرين لودنج دوز. يعني في الاكيوت سيتنج ما ينفعش ان انا اقول لا ده الاسبرين المفروض ما يزيدش عن 100 والقصص دي مع التيكا جريلول. الكلام ده لما يبقى اوت بيشنت بقى ان شاء الله. فهنا انسب اختيار هدي التيكا جريلول عشان هو اقل شويه في البليدنج ريسك، ومع الاسبرين لودنج دوز يبقى الاختيار هنا هيبقى رقم ايه. تمام كده يا دكتور، الكونسبت وصل لحضرتك؟ 49 سنة، male patient is placed على new medication to control elevated blood pressure، عنده hypertension يعني. After one month he noted that his breast become enlarged and tender. يبقى خلاص أنا فهمت القصة أصلا يعني. Which of the following medication is most likely to cause this situation؟ A. من الحاجات اللي بتعمل لي جينيكوماستيا. وطب إيه تاني اللي ممكن يعمل لي جينيكوماستيا؟ خلاص، والكيتو كونازول معانا زي ما احنا قلنا. طيب اخر سؤال بقى ونبتدي ايه نحل بقى الاسئله، لان هم تقريبا كانوا 150 على ما اتذكر يعني. Which of the following best describe the activity of dibalidomal؟ طب سيبوا السؤال ده سهل، ناخد سؤال من الحاجات الصعبه ونسيبه ده برضه. Contraindicated impatient، طبعا الحاجات اللي هي في الانتي بليتليت خلاص احنا عارفين مين اللي بيعمل الادفيرس افكت الفلاني ومين الكونتراندكيتد في الحاجه الفلانيه، وشارحين الكلام ده. ناخد لو في سؤال ولا حاجه، في مشكله ده شكله كبير كده. 51 سنه، ميل بيشنت، الوزن بتاعه 80 والهايت 160، ووز دايجنوزد ويز بالمونري امبوليزم. الفيزيشن بلان تو جيف هيم وورفرين. If the patient lab value described below، السيروم كريات 85 طبعا ده بالملي مول، والكرياتين كليرانس 103 يعني ما عندوش مشكلة. Which of the following can be combined with warfarin in the first days of treatment؟ يعني كده العيان عنده pulmonary embolism، عنده حاجة من البيتي اهو يعني عنده جلطة يعني، وزنه 80 كيلو، هياخد وورفرين، ولكن احنا قلنا الوورفرين بياخد له من 2 ل 5 ايام على ما يدي الشغل الفول افكت بتاعه، فمحتاج اعمل بريدجنج. فهعمل بريدجنج بايه؟ بارنترال انتيكواج. طبعا هنا هو مديني كل اختيارات انوكسابارين، يبقى الجرعه اللي هتفرق معايا الجرعه بحسبها ازاي؟ بالكيلوغرام.
1 ميلي جرام بير كي جي توايز، صح؟ كل 12 ساعة، اللي هي توايز ديلي يعني، كل 12 ساعة. ده هنهدي طبعا دلوقتي ثيرابيوتيك، خلاص؟ يبقى ثيرابيوتيك 1 ميلي جرام بير كي جي كل 12 ساعة، وممكن ادي 1.5 ميلي جرام بير كي جي مرة واحدة في اليوم. يعني ايه؟ خلينا نقول اللي هي 1 ميلي جرام دايما اللي بتيجي في الامتحان. طب هو 80 ميلي جرام، 80 كيلو، يبقى هياخد كام؟ 80 ميلي جرام، 80 ميلي جرام، 80 ميلي جرام مرتين في اليوم كل 12 ساعة، مرتين في اليوم، يبقى 80 ميلي جرام كل 12 ساعة، أو بي آي دي، يبقى 80 ميلي جرام سب كيو مرتين، ولا 80 آي في وهو ثيرابيوتيك بقى أشوف هياخد آي في ولا سب كيو، صح كده؟ وإينوكسابارين 40 دي اللي هي الجرعة البروفيلاكسس، أنا مش عايزها دلوقتي، أنا عايز ثيرابيوتيك دوز. وال160 طبعا لو هو عنده البادي ماس اندكس بتاعه عالي جدا، طبعا ممكن يلخبطني إن 160 سنتي فاخدها مكان ال80، فناخد بالنا بس من ستريس الامتحان ممكن أعمل أي حاجة غلط. فال160 طبعا مستبعدة. لو العيان البادي ماس اندكس بتاعه عالي شوية فوق ال40، ممكن بزود الدوز بتاعتي ب40% من 30 ل40 يعني. ولكن احنا دلوقتي هنقارن بين اختيارين، صح كده؟ رقم A ورقم B. فلو هي ثيرابيوتك هديها سب كيو ولا اي في؟ سب كيو. سب كيو. اي في ولا سب كيو؟ تمام، يبقى ما نتلخبطش في الجزء ده. اللي نوكسابارين ملوش اي روت تاني؟ لا، الاي في ملوش، يعني الانوكسابارين يا شباب ملوش غير السب كيو روت، هو بيتاخد سبكيوتينيوس البيشن بيديه لنفسه عادي. انما الانفراكشنيتد هيبرم اللي هو ده بقى اللي على حسب، لو انا بدي بروفيلاكستيك دوز او بروفيلاكسز يعني هدي سبكيو، لو بدي تريتمنت لا اي في. تمام خلاص كده، يبقى هنا الاختيار الامثل رقم ايه. وناخد بالنا بس من الارقام اللي بتبقى في الكيس عشان وقت الاسترس ما بقاش مركز، فممكن اخد ال160 مكان ال80. تمام، اي ثينك كده ان احنا خدنا 100 سؤال كوندنسد بالاضافه الى الاسئله اللي احنا خدناها على الكارديو اللي اتكررت الفترات اللي فاتت دي. فحلوا بقى باقي الحاجات وان شاء الله يعني ما تلاقوش حاجه صعبه، واي حاجه بقى نتناقش على الجروب. التوفيق بقى ان شاء الله عشان ما ازودش الوقت. جزاك الله خير، كل خير يا دكتور، ربنا يحفظك ان شاء الله ويوفقك ان شاء الله للخير. ربنا يوفقك انت كمان بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.